هذا وأعلنت وزارة الصحة عن نقل الخدمات الهاتفية الصحية المقدمة على الرقم 444 إلى رقم الوزارة الجديد، والذي سيكون متاحا خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 8 صباحا وحتى 2 مساء اعتبارا من اليوم. وأوضحت الوزارة أن الرقم الجديد سيقدم للمتصلين قائمة الخدمات المقدمة سابقا من خلال الرد على الاستفسارات والاستماع للملاحظات والمقترحات. ونوهت وزارة الصحة بأنه يتعين على من يرغب في تلقي المشورة الطبية أو الاستفسار عن التطعيمات المتوفرة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 أو أخذها التوجه مباشرة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية.